الثامنة مساء في القاهرة، السادسة مساء بتوقيت غرينتش، فترة إخبارية مفصلة على شاشة النيل. مرحبا بكم. نبدأ بأهم العناوين. نسعى حاليا لتعميم مبادرة 100 مليون صحة على الدول الإفريقية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية. الرئيس السيسي يؤكد أن مصر تسعى لتعميم مبادرة 100 مليون صحة في الدول الإفريقية. الرئيس السيسي يشارك في قمة المناخ على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. في كلمته أمام قمة المناخ، غوتيريش يؤكد أن العالم يدفع ثمنا فادحا في دعم الآليات المضرة بالبيئة. بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن مصر وضعت خلال السنوات الأخيرة صحة المواطن على قائمة أولوياتها. وأشار الرئيس السيسي خلال الاجتماع رفيع المستوى حول الرعاية الصحية الشاملة بالأمم المتحدة في نيويورك إلى تدشين مصر العديد من المبادرات الخاصة بالصحة، لا سيما مبادرة 100 مليون صحة وإنهاء قوائم الانتظار الخاصة بالعمليات الجراحية الحرجة. لقد وضعت مصر خلال السنوات الأخيرة صحة المواطن على قائمة أولوياتها، حيث قمنا بتدشين حملة 100 مليون صحة المعنية بالكشف عن المصابين بالالتهاب الكبدي الوبائي فيروس سي والأمراض غير السارية، والتي نجحت حتى الآن في فحص ما يقرب من 60 مليون مواطن في أقل من عام، فضلا عن صرف العلاج بالمجان من خلال مراكز العلاج الحكومية على مستوى الجمهورية لأكثر من مليون مواطن ممن تم اكتشاف إصابتهم بمرض فيروس سي. وهي تلك الجهود التي نالت إشادة منظمة الصحة العالمية من خلال تقرير فريق التحقق التابع لها، والذي قدمه لي مدير المنظمة خلال لقائنا بالقاهرة نهاية شهر أغسطس الماضي. وقد بدأنا بالفعل في تنفيذ أولى مراحل برنامج التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين المصريين، وتعددت مبادراتنا في هذا الصدد لتتضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار الخاصة بالعمليات الجراحية، والتي شملت حوالي 250 ألف مريض حتى الآن، فضلا عن حملات لتسليط الضوء على المشكلات الصحية التي تواجهها المرأة والطفل في مصر. في السياق ذاته، شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أنه يتعين على جميع الحكومات وشركاء التنمية العمل على إيجاد حلول سريعة ووافية لتعزيز الرعاية الصحية الأولوية. وأعرب الرئيس السيسي عن تقديره لرؤية منظمة الصحة العالمية الخمسية القادمة 2019-2023 التي ترتكز على مد مظلة الرعاية الصحية للجميع دون استثناء. يتعين على جميع الحكومات وشركاء التنمية العمل على إيجاد حلول سريعة ووافية لتعزيز الرعاية الصحية الأولية باعتبارها حقا رئيسيا من حقوق الإنسان لتوفير حياة كريمة. وأود في هذا السياق تأكيد أن جهود توفير الرعاية الصحية الشاملة لن تكتمل إلا بتحقيق النفاذ إلى الدواء وتكنولوجيا الصحة، وبناء مشاركات وتحالفات بين الحكومات والشركات والمؤسسات الدولية لضمان توفير الدواء الآمن والفعال للجميع، وتعزيز أطر التعاون الدولي في مواجهة الطوارئ والأزمات الصحية. وأود في هذا الصدد التعبير عن التقدير لرؤية منظمة الصحة العالمية الخمسية القادمة 2019-2023 التي ترتكز على مد مظلة الرعاية الصحية للجميع دون استثناء. كما أكد الرئيس السيسي أن مصر تسعى حاليا لتعميم مبادرات 100 مليون صحة على الدول الإفريقية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية في إطار أجندة الاتحاد الإفريقي للتنمية المستدامة 2063. وأشار الرئيس السيسي إلى أن ذلك يأتي ضمن أولويات رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي. لم يقتصر التزامنا بموضوعات الصحة على المستوى الوطني فحسب، بل امتد إلى قارتنا الإفريقية ضمن أولويات رئاستنا للاتحاد الإفريقي، حيث نسعى حاليا لتعميم مبادرة 100 مليون صحة
على الدول الإفريقية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وذلك في إطار أجندة الاتحاد الإفريقي للتنمية 2063. إن اجتماعنا اليوم فرصة جديدة لإعادة تأكيد الالتزام الدولي لتعزيز الرعاية الصحية الشاملة بشتى أنحاء الأرض بناء على مبدأ تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، بدلا من الاعتماد على سياسة المنح والمعونات، والذي لن يتحقق سوى بتنسيق الجهود على ويعد اعتماد الإعلان السياسي الصادر عن اجتماعنا اليوم نقطة فارقة في الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الرعاية الصحية الشاملة لجميع الشعوب والمجتمعات. شكرا. هذا وقد وصل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك للمشاركة في قمة المناخ الدولية، وذلك في إطار اجتماعات الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة. ومن المقرر أن يلقي الرئيس السيسي كلمة مصر أمام القمة، يعرض خلالها وجهات نظر مصر وإفريقيا والدول النامية إزاء تغير المناخ الذي يعد من أخطر القضايا لما يمثله من تهديد مباشر للعالم بأسره، ما يحتم رفع مستوى الطموحات والتعهدات في التصدي لها. من جانبه أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن العالم يدفع ثمنا فادحا بدعم الآليات التي تضر بالبيئة. جاء تأكيد غوتيريش في كلمته أمام قمة المناخ على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا مباشرة من نيويورك، حيث انعقاد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، موفد النيل للأخبار محمد عبد الله. محمد، دعني في الصورة وأبرز اللقاءات الخاصة بالسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم. يعني هناك لقاءات هامة يجريها السيد الرئيس على هامش مشاركته في اجتماعات الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة. هناك لقاء مرتقب من كافة وسائل الإعلام هنا للقاء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب. البيت الأبيض من أعلن اليوم عن موعد اللقاء مع سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهناك ترقب لهذا اللقاء. يلي هذا اللقاء لقاء هام أيضا للسيد الرئيس مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. وكان هناك عدة لقاءات أجراها السيد الرئيس صباح اليوم مع عدد من رؤساء وزراء دول أوروبية، منها رئيس الوزراء الإيطالي، بالإضافة إلى مشاركته في القمة الغامة التي تعقد لأول مرة في تاريخ الأمم المتحدة وعلى هامش أعمال هذه الدورة، الدورة 74، القمة الخاصة بالتنمية الصحية الشاملة. نشاط مكثف، تحركات مكثفة، كان بالأمس لقاءات مع رؤساء وزعماء عرب أجراها السيد الرئيس اليوم، لقاءات مختلفة وأيضا لقاءات مع مستثمرين وأعضاء غرفة التجارة الأمريكية. بالتأكيد هي لقاءات تصب كلها في إطار التحركات المصرية، سواء على المستوى الداخلي بما يعود بالنفع على المستوى الداخلي من تحريك عجلة الاستثمار، التواصل مع رجال الأعمال هنا في الولايات المتحدة الأمريكية، أو فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك. نعم. لكن في هذا المكان ربما هي ملاحظة لابد أن تذكر، يعني داخل أروقة الجمعية العامة للأمم المتحدة تتيح الجمعية العامة للأمم المتحدة بالمجال للدول المشاركة أن تقيم معرضا يشير إلى الثقافات والحضارات وما يدور على أرض أي كل من الدول. مصر لديها معرض رائع للغاية هنا في الطريق المؤدي إلى قاعات الاجتماعات هنا في قلب مبنى الأمم المتحدة. هذا المعرض يشير إلى ما أشار إليه السيد الرئيس صباح اليوم فيما يتعلق بعملية التنمية الصحية الشاملة والمجهودات المصرية التي تتم في هذا الإطار. مصر لها تجربة فريدة وخرجت خارج الحدود المصرية وأصبحت تجربة يعني يحتفى بها، حينما خرجت 100 مليون صحة على المستوى الأفريقي. هذه التجربة المصرية كانت حاضرة ولقت استحسان كبير من جانب الحاضرين خلال الفاعلية التي انطلقت صباح اليوم في مبنى الأمم المتحدة، بالإضافة إلى المشاركة المصرية من خلال الوزراء المعنيين فيما يتعلق بملف المناخ، واستعراض لكافة أطر الاستثمار وحجم المجهود الذي يتم على الأراضي المصرية. أعتقد أن هذا المعرض نعم. إضافة أخرى للمجهودات المصرية والتحركات المصرية. ماذا عن مشاركة السيد الرئيس في إلقاء الكلمة المصرية في قمة المناخ والتي تنعقد على هامش اجتماعات هذه الدورة للجمعية العامة للأمم المتحدة؟ هبة، السيد الرئيس، نشاط السيد الرئيس يقتصر اليوم على المشاركة في الفعالية الخاصة بقمة التنمية الصحية الشاملة. أما فيما يتعلق بقمة المناخ، هناك حضور مصري ولكن ليس على المستوى الرئاسي، وإظهار للمجهودات المصرية فيما يتعلق بالتعامل مع قضية المناخ وأزمة المناخ. مصر لها دور كبير في هذا الأمر، وهي بالفعل قامت بمجهودات مثلما كانت تعهدت في مشروع وخطة التنمية المستدامة 2030. مصر من الدول التي تلتزم بما تعهدت به فيما يتعلق بالتعامل ومكافحة ومجابهة التغيرات المناخية. اللقاءات الجدول أو نشاط السيد الرئيس خلال الفترة القادمة سينقصر على اللقاءات الثنائية فقط، وبالإضافة إلى اللقاءات مع مستثمرين من أعضاء الغرفة التجارية الأمريكية مثل ما أشرت لدعم عملية الاستثمار ودعم عجلة الاستثمار. ملف المناخ ملف هام جدا، سوف يكون هناك مشاركة مصرية فيما يتعلق بعملية المناخ على المستوى الرئاسي ولكن خلال الفعاليات المقبلة إن شاء الله. نعم. أشكرك جزيل الشكر موفد النيل للأخبار الزميل محمد عبد الله. وللمزيد من الرأي والتعليق ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور عماد الدين عدلي رئيس المنتدى المصري للتنمية المستدامة. دكتور عماد، بعد التحية، لو تعطينا فكرة عن علاقة المناخ بالبيئة بالتنمية والآثار السلبية المتوقعة للتغيرات المناخية
والانسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من اتفاقية باريس؟ طيب أولا برحب بحضرتك وبكل. أهلا بحضرتك يا فندم. الموضوع بمنتهى البساطة أنك لا يمكن تحقق تنمية مستدامة وأنت تكون تحت تهديد باستمرار أن هذه التنمية ستواجهها مشاكل تقلل من حجم إنجازاتها أو حتى تعرضها هي نفسها للدمار. نعم. بمعنى أنه النهاردة التغيرات المناخية واضح أنه وأكيد السادة المشاهدين كلهم بقوا واعيين بهذا الموضوع. التغيرات المناخية بتظهر في موجات من الحر ومن البرد شديدة وأيضا بفيضانات بجفاف. كل ده بيأثر على أهم حاجة أو أهم حاجتين بالنسبة لنا، بيأثر على الأمن الغذائي والأمن المائي. وبالتالي أي دولة بتحاول تحافظ على أمنها الداخلي أمنها الوطني يجب أن تكون قادرة على توفير أو تؤمن هذا الغذاء والماء لكل مواطنيها. دولة بحجم مصر واعتمادها الأساسي على الزراعة تكون متأثرة جدا بالتغيرات المناخية، نفس الشيء بالنسبة لأفريقيا بتعتمد على الزراعة في المقام الأول فأيضا بتتأثر بالتغيرات المناخية. والحقيقة أن السبب في هذه التغيرات هي الانبعاثات بتاعت غازات الاحتباس الحراري اللي بتطلع غالبيتها من مجموعة من الدول، تقريبا ربع الكمية اللي بتطلع من الولايات المتحدة الأمريكية وبقية الكمية بتطلع من الاتحاد الأوروبي ومن اليابان ومن الصين. فالنهاردة لما تكون الدول اللي هي أساسا هي السبب الرئيسي في احداث التغيرات المناخيه ما تاخدش مسؤولياتها الحقيقيه، مسؤولياتها الدوليه ومسؤولياتها الاخلاقيه تجاه الدول التي ستتاثر بالتغيرات المناخيه، يبقى ده في شيء من عدم التوازن ما بين القوي والضعيف او الغني والفقير. نعم. وبالتالي تواجد واصرار سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي في تواجده في كل قمم تغيرات المناخ، لو تلاحظوا هو رئيس جمهورية مصر العربية الوحيد اللي حضر كل قمم تغيرات المناخ منذ أن بدأت في منتصف الستينيات. صحيح. منتصف التسعينيات. نعم. بالتالي معناه أن الرئيس يفهم تماما أنه لا يمكن يحقق استراتيجية التنمية المستدامة لجمهورية مصر العربية ولا حتى الاستراتيجيات اللي بتتم على مستوى قارة أفريقيا اللي هو بيمثلها كرئيس للاتحاد الأفريقي دون أن يكون هناك تعامل جيد مع اثار التغيرات المناخيه. وبالتالي ولان هذه التاثيرات والتعامل معها بيحتاج الى اموال طائله وبيحتاج الى تكنولوجيا متقدمه، فبالتالي اللي بيحكم هذه العمليه هي الدول المتقدمه. انسحاب الولايات المتحده الامريكيه بيقلل جدا طبعا. صحيح. وده يمكن اللي اشار اليه النهارده رئيس فرنسا ايمانويل ماكرون، و يمكن ده يعني حضرتك بتأكده دلوقتي بالضبط، لانه بالضبط لانه النهارده لما يكون في اتفاقيه اتفق عليها كل الدول بما فيها الولايات المتحده الامريكيه، ولكن طبعا في عهد الرئيس اوباما لما كانت الديمقراطيين هم اللي بيقودوا العمليه، ودي وتصرع موجود في امريكا منذ ان بدانا نسمع عن قضايا البيئه باستمرار الديمقراطيين كانوا بيكونوا اصدقاء لنا في تعاملنا مع هذه القضايا، والجمهوريين بيكونوا ضد هذه التوجهات، وده الواضح في السياسة الأمريكية الآن. بشكرك شكر جزيل على هذا الرأي والتحليل الدكتور عماد الدين عدلي رئيس المنتدى المصري للتنمية المستدامة، شكرا جزيلا لحضرتك. التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيب كونتي بمقر منظمة الأمم المتحدة بنيويورك على هامش أعمال الدورة 74 للاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة. وأشار السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة إلى أن الرئيس السيسي أشاد بالعلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين في كافة المجالات، وأضاف أن اللقاء تناول مناقشة ملفات تعزيز التعاون والقضايا الإقليمية وسبل تسوية الأزمات بمنطقة الشرق الأوسط. من جانبه أعرب رئيس الوزراء الإيطالي عن حرص بلاده على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية مع مصر. كما التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بمقر منظمة الأمم المتحدة بنيويورك رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل على هامش أعمال الدورة 74 للاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة. وأشار السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة إلى أن الرئيس السيسي أعرب خلال اللقاء على حرص مصر على تطوير آليات التعاون مع بلجيكا في جميع المجالات الاقتصادية والسياحية والثقافية، فضلا عن آليات التشاور حول القضايا الإقليمية. من جانبه شدد رئيس الوزراء البلجيكي على أن مصر
تحتل مكانة متميزة لدى الاتحاد الأوروبي. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد استقبل في نيويورك الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حيث أكد مواصلة مصر لبذل جهودها لاستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وفق مرجعيات الشرعية الدولية. وخلال لقاء رئيس سيراليون أشاد الرئيس السيسي بالعلاقات الوطيدة بين البلدين، لا سيما في ظل الأهمية التي تحتلها سيراليون في منطقة غرب إفريقيا ذات التأثير المباشر على الأمن القومي المصري. التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس جوليوس مادا بيو رئيس جمهورية سيراليون، وذلك على هامش انعقاد الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي صرح بأن السيد الرئيس أشاد بالعلاقات الوطيدة بين مصر وسيراليون، لا سيما في ظل الأهمية التي تحتلها سيراليون في منطقة غرب إفريقيا ذات التأثير المباشر على الأمن القومي المصري، مؤكدا سيادته استعداد مصر لتعزيز التعاون الثنائي مع الجانب السيراليوني على جميع الأصعدة لدعم جهود التنمية بها، بالإضافة إلى استقبال المزيد من الكوادر السيراليونية للمشاركة في برامج بناء القدرات التي تشرف على تنفيذها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في المجالات المختلفة. كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس الفلسطيني محمود عباس على هامش أعمال القمة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث ناقش الرئيسان آخر التطورات ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، وأكد الرئيس على أهمية التوصل إلى حل عادل وشامل يؤدي إلى إنشاء دولة فلسطينية مستقلة تماشيا مع القرارات الدولية. للمزيد من المتابعة انضم إلينا عبر الهاتف الدكتورة أميرة الشنواني أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية وعضو المجلس المصري الأوروبي. دكتورة أميرة، عدد من اللقاءات ما بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وأيضا عدد من الزعماء لبحث الكثير من القضايا محل الاهتمام المشترك وتوضيح الرؤية المصرية فيما يخص القضايا العربية، إلى أي مدى تعولين في آليات التعاون ما بين مصر والدول الأخرى في حل مثل هذه القضايا الإقليمية؟ أهلا بحضرتك في البداية أستاذة هبة. الرئيس دائما بيهتم في أي قمة بيحضرها إن هو بيلتقي على هامش القمة أو المؤتمر اللي بيحضره بعدد من القادة والزعماء، وأيضا يعني قادة الدول الكبرى والزعماء، وأيضا طبعا كل ما يتعلق أو أي رئيس يكون موجود من القارة الإفريقية بيهتم أيضا إن هو يتقابل معاه في هذه القمة أو في هذه الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة. الرئيس يعني تقابل والتقى مع الملك عبد الله ورئيس العراق، التقى أيضا برئيس وزراء إيطاليا، التقى مع يعني أيضا ما يتعلق بالنواحي الاقتصادية، يعني التقى مع رئيس منظمة الفاو وأكد على العلاقات الوثيقة بين مصر والمنظمة طبعا من أجل يعني تأكيد سلامة الغذاء والاهتمام بتنمية القطاع الزراعي. فيما يتعلق بالقضايا العربية طبعا لما تقابل مع السيد محمود عباس كان أهم شيء هو القضية الفلسطينية، خاصة ونحن نعلم أن هذه القضية يعني بدأ يتم محاولة يعني إنهائها أو يعني تصفيتها بمعنى أصح، وهذا طبعا لا يمكن أن تقبله مصر لأن هذه هي قضية العرب الأولى، وفي نفس الوقت القضية الفلسطينية بالنسبة لمصر هي قضية أمن قومي. إحنا شفنا طبعا التصريحات اللي كان ذكرها نتنياهو قبل الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة، وكان يتحدث عن أنه في حالة فوزه في الانتخابات، والحمد لله أنه هو يعني لم يحصل على يعني المقاعد التي تمكنه من تشكيل الوزارة، كان يتحدث على أنه هو يريد
إن هو يعني يضم غور الأردن وبعض الأراضي في الضفة الغربية، وهذا غير مقبول ومصر لا يمكن أن تقبله. المهم إن الشخص اللي يعني غالبا سيشكل الوزارة وهو بني جانس، في نفس الوقت كان في دعايته بيذكر إن هو يعني أشد، يعني كان بيقول لهم إن هو أكثر شرا من نتنياهو، كان بيقول للناخبين كده، ولكن كان بيوصف نفسه بأنه إنسان نظيف، طبعا بالإشارة إلى القضايا التي كانت. نعم، إذن الرؤية المصرية كانت واضحة في القضية الفلسطينية وفق الثوابت التي تنطلق منها دائما. أشكرك جزيل الشكر للأستاذة الدكتورة أميرة الشنواني، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، عضو المجلس المصري الأوروبي. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي استمرار مصر في مسار الإصلاح الشامل بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة للمواطنين المصريين. جاء ذلك خلال مشاركات السيد الرئيس الليلة الماضية في مأدبة العشاء التي أقامتها غرفة التجارة الأمريكية على شرف سيادته. شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم في مأدبة العشاء التي أقامتها غرفة التجارة الأمريكية على شرف سيادته بحضور كل من النائب الأول لرئيس الغرفة التجارية الأمريكية ورئيس مجلس الأعمال الأمريكي المصري وعدد كبير من رؤساء وقيادات كبريات الشركات الأمريكية. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي صرح بأن السيد الرئيس أعرب خلال الحوار المفتوح الذي دار مع رؤساء وقيادات كبريات الشركات الأمريكية عن ترحيبه باللقاء معهم كممثلين لقطاع الأعمال الأمريكي، مشيدا بالعلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة وبحرص الجانبين على تعزيزها باستمرار. وأضاف المتحدث الرسمي أن رؤساء وقيادات كبريات الشركات الأمريكية أشادوا خلال اللقاء بالطفرة التي حدثت في مصر على الصعيد التنموي والتغلب خلال السنوات القليلة الماضية على عدد كبير من التحديات التي كانت تواجه الاقتصاد المصري، مشيدين في هذا الصدد بالإجراءات التي تم اتخاذها لتحسين بيئة الاستثمار وتشجيعه، فضلا عن المشروعات التنموية الكبرى الجاري تنفيذها، ومؤكدين حرصهم على مواصلة العمل على تعزيز الاستثمارات الأمريكية في مصر في مختلف المجالات. اتهم صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتفويض أو بتقويض مبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية والقضاء على أي إمكانية لقيام الدولة الفلسطينية. وفي مقابلة خاصة مع نيل الأخبار على هامش الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، قال عريقات إنه سيتم ملاحقة كل دولة تعترف بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل. الرئيس ترامب من اعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، إغلاق القنصلية الأمريكية، قطع المساعدات عن أنروا، إلغاء اصطلاح أراضي محتلة، إزاحة كلمة أراضي فلسطينية من ويب سايت في الخارجية الأمريكية، كذلك الحال بالنسبة لإغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن واعتبار الاستطلاع شرعي. كل هذه الخطوات تمثل محاولة لتقويض مبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية وإمكانية لقيام الدولة. طيب. الآن حقيقة أستطيع أن أقول بصوت مرتفع، هناك نادي من 3 دول فقط من 194 اعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل: غواتيمالا، ناوراو، جزيرة مساحتها 27 كيلومتر مربع 10,000، مع احترام شديد للدول كلها، والولايات المتحدة. وهذا مخالف، هذا مخالف لأسس القانون الدولي، وسيتم ملاحقة كل دولة. نحن لا نتحدث كعومة ولا تهديد ولا عيد، ولكن نحن نستند إلى قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، لأنه لا يوجد دولة في العالم دون أن تكون لها مشاكل في نسيجها الاجتماعي الديموغرافي أو نسيجها الحدودي. وبالتالي إذا ما أردنا أن نفلت الفوضى والتخلي عن القانون الدولي كما تفعل إدارة الرئيس ترامب، أنا باعتقادي ستكون مشكلة كبيرة للعالم. لذلك لم نحصل كعرب وكفلسطينيين على دعم دولي كما نحصل عليه الآن. أكد حزب مستقبل وطن أن نواب وأعضاء الحزب يجددون العهد بالحفاظ على الدولة المصرية ومؤسساتها.
كما أكد الحزب في بيان له كامل الثقة في القيادة السياسية، وشدد على رفضه البيانات الصادرة من أحزاب أنشأتها القوى الإرهابية في غفلة من تاريخ مصر، وأشار إلى أن هدفها هو تخريب وتدمير الوطن. تفقد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي مراحل انتقاء الطلبة المتقدمين للقبول بالكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة، وذلك بمقر مكتب تنسيق القبول بالكليات الحربية بمصر الجديدة. وتابع القائد العام اختبارات المواجهة الشخصية لتقييم وانتقاء الطلبة المرشحين لاستكمال مراحل القبول واختيار أفضل العناصر المؤهلة بدنيا وطبيا ونفسيا. تفقد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي مراحل انتقاء الطلبة المتقدمين للقبول بالكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة، وذلك لمتابعة سير الاختبارات المختلفة لاختيار أفضل العناصر المؤهلة بدنيا وطبيا ونفسيا. وتابع القائد العام اختبارات المواجهة الشخصية بحضور مديري الكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة لتقييم وانتقاء الطلبة المرشحين لاستكمال مراحل القبول. وأشاد بالمستوى المتميز للطلبة المتقدمين أثناء المرور على لجان اختبارات اللياقة البدنية وقفزة الثقة، والتي يتم خلالها تقييم القدرات البدنية لانتقاء أفضل العناصر وفقا للمعايير القياسية للالتحاق بالكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة. حضر الجولة مدير الكلية الحربية وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية الحربية. شهدت مصر خلال العام الماضي آلاف الشائعات ما بين سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وغيرها. يرى المراقبون أن المواجهة وسرعة تكذيب الشائعة هو الحل لوأدها من خلال تكاتف مؤسسة الدولة ووعي المواطن المصري. تعتبر الشائعات من الظواهر الخطرة ليس على المجتمع فقط، بل أيضا تساهم في زعزعة استقرار دول كونها سلاح مدمر في أيدي المغرضين بتأثيراتها الاجتماعية والأمنية ما لم تواجه بحزم. دور الإعلام أنه هو يوضح كل هذه الأمور، دور السفارات فيها الخارج، الهيئة العامة للاستعلامات عليها دور كبير في نشر يعني في تكذيب مثل هذه الإشاعات، والتواصل مباشرة مع وكالات الأنباء والمراسلين الأجانب، وهو ده الدور المحوري اللي هي بتقوم به الهيئة العامة للاستعلامات، وكذلك السفارات الموجودة في الخارج عليهم دور كبير أن هم يعقدوا المؤتمرات ويوضحوا لي المواطنين في العالم أن الدولة المصرية بتتقدم، الدولة المصرية، وخاصة أن هذه الشائعات يعني بتحاك ضد الدولة المصرية. آلاف الشائعات استهدفت مصر خلال الفترة الماضية، وساهمت مواقع التواصل الاجتماعي في انتشارها على الرغم من محاولات تكذيبها على كافة المستويات. لابد أن يكون لدينا احنا كمواطنين شيء مهم جدا، وهو عملية عدم يعني هذه الإشاعات وعدم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي او عدم تشهيرها مرة اخرى، ولكن يعني نتصل بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار على الخط الساخن هو 16528، وهم بيتواصلوا مع المواطنين وعلى مدار الساعة بيتم نشر وتوضيح الحقائق. كان الرئيس السيسي قد صرح سابقا أن الخطر الحقيقي الذي تمر به مصر والمنطقة هو خطر تفجير الدول من الداخل وبث الإشاعات والإحساس بالإحباط وفقدان الأمل، وكل ذلك يهدف لتحريك الناس لتدمير أوطانهم. الشائعات وحرب ناعمة تستهدف تفكيك المجتمعات بالفتن والقلاقل يقول مراقبون، فأكثر من 20,000 شائعة خلال العام الماضي في ربعه الأول فقط، ما يؤشر على أهمية المواجهة على مستوى المؤسسات والأفراد. رمضان المطعني، النيل. نتحول الآن لمتابعة الأنباء الاقتصادية في هذه البانوراما. أخبار الاقتصاد مع حسام عاطف، إليك حسام. شكرا لك يا بو، شكرا لك أيمن. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى باقتنا الاقتصادية، أهم ما لدينا فيها. مدبولي يؤكد أن هناك تكليف رئاسي بوضع خطة لإنقاذ بحيرات مصر من التعديات وأعمال الردم العشوائي بالإضافة إلى الملوثات. أهلا
أهلا بكم من جديد. أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن هناك تكليفا رئاسيا بوضع خطة لإنقاذ بحيرات مصر من التعديات وأعمال الردم العشوائي والملوثات. جاء ذلك خلال اجتماع عقده مدبولي لمتابعة جهود تطوير ورفع كفاءة بحيرة مريوط بالإسكندرية. وخلال الاجتماع تم استعراض الموقف التنفيذي لأعمال تطوير ورفع كفاءة البحيرة التي تقع جنوبية الإسكندرية وتبلغ مساحتها الإجمالية حوالي 17 ألف فدان. ووصل متوسط الإنتاج السنوي للبحيرة من الأسماك نحو 8000 طن عام 2017. من ناحية أخرى أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة تضع مشروع تطوير الجوازات على قائمة أولوياتها بحيث يتم الارتقاء بها بشكل إلكتروني كلية، وذلك في إطار التحول الرقمي لكافة قطاعات الدولة المصرية. وخلال اجتماع لمتابعة آخر مستجدات مشروع تطوير منظومة معلومات الإدارة العامة للجوازات تم التنويه إلى أن مشروع التطوير يشمل تجهيز وتحديث مراكز البيانات على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى السفارات الخارجية بالتجهيزات الهندسية والإلكترونية الميكانيكية والتأمينية وأنظمة مقاومة الحريق. على صعيد ثالث، قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة ستقدم إلى مجلس النواب تقريرا سنويا حول تقدم أعمال برنامجها خلال الفترة من يوليو 2018 وحتى يونيو 2019 بعنوان مصر تنطلق. وأشار مدبولي إلى أن ما تحقق من تقدم على المستوى الاقتصادي شهدت به العديد من المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية يعد إنجازا ونتيجة مباشرة للتطبيق الناجح لبرنامج الإصلاح الاقتصادي. ولفت مدبولي إلى أن البطل الحقيقي لما شهدته مؤسسات الدولة من تقدم على كافة المستويات هو الشعب المصري الذي أظهر تفهما ووعيا فريدا. أكدت وزارة التجارة والصناعة أن الصناعة تمثل المحرك الأساسي لتحقيق النمو الاقتصادي في مصر وخلق المزيد من فرص العمل اللائقة والمنتجة. جاء ذلك خلال افتتاح مؤتمر مستقبل الاستثمار في مصر رؤية مجتمع الأعمال والذي تنظمه جمعية رجال الأعمال المصريين بالتعاون مع جمعية رجال أعمال الإسكندرية والجمعية المصرية لشباب الأعمال. تحت رعاية وزارة الاستثمار والتعاون الدولي وبمشاركة نخبة من رجال الأعمال والمستثمرين انطلق مؤتمر مستقبل الاستثمار في مصر رؤية مجتمع الأعمال والذي تنظمه جمعية رجال الأعمال بالأسكندرية. وهذا المؤتمر ده أهميته جدا في إيه؟ بيتكلم على مستقبل الاستثمار في مصر، مناخ الاستثمار في مصر، وكل الناس حاليا قلقانة، كل الناس حاسة ان لازم يبقى في مردود من النمو الاقتصادي في مصر يرجع على المواطنين. فاحنا قلنا لازم نيجي ونقول للحكومة احنا على استعداد ان احنا نتعاون معاكي، كل الخبرات المتراكمة اللي عندنا في مجالات عديدة في السياحة وفي الصناعة وفي الخدمي وفي الملاح احنا هنوصفها لخدمة هذا المجتمع. المؤتمر استعرض رؤية مجتمع رجال الأعمال حول آليات عمل القطاع الخاص وزيادة قدرته التنافسية والإنتاجية. الاقتصاد المصري مر بمرحلتين، مرحلة أولانية مرحلة البناء للبنية التحتية، طرق، كهرباء، توفر السلع بصفة عامة، توفر المواد البترولية وتوفر الغاز، كل دي حاجات كانت بتنقصنا في من 10 سنين مثلا او من 7-8 سنين. مجرد توفر البيئة التحتية والبنية التحتية المناسبة دي كلها بتبقى عوامل لجذب الاستثمار. هذا وقد أشاد المشاركون بالإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة المصرية والتي من شأنها توفير فرص استثمارية جديدة وتشجيع المستثمرين من مختلف دول العالم على الاستثمار في مصر. عزيمة وإصرار قوي أعلن عنه مجتمع رجال الأعمال خلال جلسات المؤتمر للتأكيد على كامل الدعم لعملية الإصلاح الاقتصادية والعمل على فتح آفاق جديدة لمزيد من الاستثمارات في السوق المصرية بما ينعكس على عملية البناء والتنمية. من مقر انعقاد المؤتمر أمل صبري، أمير. ومشاهدينا الكرام، بهذا التقرير انتهت وقفة الاقتصادية، وعودة للزملاء هبة وأيمن. أشكرك حسين. شهدت محافظة الأقصر انتعاشة سياحية وسط توافد سائحين من مختلف الجنسيات.
وتستعد الأقصر لاستقبال عروض الأوبرا بمعبد حتشبسوت في شهر أكتوبر المقبل. بعد توقف دام 22 عاما وفي مطلع شهر أكتوبر القادم، تستعد محافظة الأقصر لانطلاق عروض جديدة للأوبرا بمنصة القصور داخل معبد حتشبسوت. العروض الجديدة تستهدف تنشيط السياحة، وذلك بالتعاون بين وزارتي السياحة والأثار وهيئة التنشيط لاستقبال حدث يليق بمكانة الأقصر العالمية. دائما في المدن اللي بيقام فيها أو الدول اللي بيقام فيها بيتبعوا نوع من الترويج السياحي طبعا الهائل، مرتبط برضو بناحية فنية ثقافية برضو سياحية. هيكون لها مردود كبير جدا طبعا على مدينة الأقصر إن شاء الله، ومتوقعين إن شاء الله بإذن الله أن هي تبقى بداية خير وبداية موسم سياحي قوي جدا بإذن الله، ونرجع لنفس الأعداد ونفس المعدلات اللي كانت قبل الثورة. أعمال التطوير داخل محافظة الأقصر تجري على قدم وساق من أجل استقبال يليق بالسائحين الوافدين لحضور العروض، ويقدر عددهم ب4000 سائح من مختلف الجنسيات وسط أجواء من الإبهار عن طريق أحدث تقنيات الصوت والضوء. يشعر المستمعون أنهم جزء من العرض في تجربة فريدة لا تنسى. فكوننا أرجع تاني بأوبرا بالاحتفالات أو بالإعلانات عنها، ده يعيدني إلى ما كنت في التسعينيات أو الثمانينيات لما كان بالفعل السياحة في أوج قمتها في الأقصر يعني. فهذه طبعا بتساهم بقدر كبير كدعاية لمصر والأقصر بصفة خاصة. عروض هذا العام تشهد مشاركة متميزة من نجوم عالمية ساطعة في مجال العمل الأوبرالي، ستتألق في سماء الأقصر، يقدمها نحو 80 عازفا و70 مغن ضمن الكورال الوطني الأوكراني، وذلك وسط أجواء احترافية في استخدام عناصر الجذب والإبهار. نتحول الآن لمتابعة الأنباء الرياضية. أخبار الرياضة مع محمد عبد الحكم. إليك. أشكرك بها. وفي النهاية تذكرة بأبرز ما جاء في نشرتنا من أخبار. نسعى حاليا لتعميم مبادرة 100 مليون صحة على الدول الإفريقية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية. الرئيس السيسي يؤكد أن مصر تسعى لتعميم مبادرة 100 مليون صحة في الدول الإفريقية. الرئيس السيسي يشارك في قمة المناخ على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. في كلمتها أمام قمة المناخ، غوتيريش يؤكد أن العالم يدفع ثمنا فادحا بدعم الآليات المضرة بالبيئة. ختام بانوراما. تفاصيل أكثر على nile.eg. متابعتنا الإخبارية مستمرة معكم على شاشة النيل الأخبار. إلى اللقاء.